بلشنا بأطروحة الدكتوراه وقررنا نحولها لمشروع يساعد لبنان اقتصاد والزراعة تبعولته عبر تحويل مواد من الصرف الصحي لمواد عضوية 100% وطنية، وقدرنا ناخد براءة اختراع من لبنان وحاليا عم ناخد براءة اختراع دولية بحاجة ليكون عنا منتور انترناشنال منتور يكون عم يدعمنا بكل الخطوات كيف بدنا ننفذ المشروع. مثل روزابيل، كتار من الشباب والصبايا اللبنانيين عندهم مبادرات وأفكار عدة بمجال الشركات الناشئة، ولكنهم بحاجة لدعم لا سيما بالمجال التقني والمالي لتطوير مشاريعهم بظل هالظروف الصعبة يلي عم بمر في البلد. من هون برنامج جديد لدعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة أطلقته جامعة الروح القدس الكاثوليك بعنوان ونمضي قدما Moving Forward، بالتعاون مع رجل الأعمال اللبناني كارلوس غوسن وعدد من الشخصيات الاقتصادية العالمية، وذلك للاستفادة من خبراتهم وقصص نجاحهم. غوسن يلي رفض التعليق على أي سؤال طرحته عليه الصحافة حول نزاع القضاء مع اليابان، أكد أن التحدي الاقتصادي للبنان هو استعادة الثقة وليس الافتقار إلى الأصول المالية، فالأصول موجودة في حال كانت الثقة موجودة، مضيفاً أنه بالرغم من التحديات يجب العمل على مساعدة الشباب. النجاح بجر النجاح، ونحن كمان يعني أنه هالآخر السنين كل الاهتمام صار بالتريدر والبنوك والسيرفيسز، منيح ما في شي غلط، بس نحن كلبنانية نحن انتربرنور، نحن منأسس شركات، عم منأسس شركات بالعالم من هال 11 مليون اللبناني اللي موجودين برا، كم واحد منهم انتربرنور شركوا شركتهم من الاساس. مبادره Moving Forward ليست موجهه فقط للطلاب لكنها ثلاثيه الابعاد، وبتتضمن برنامج مخصص لكبار المدراء بالمنطقه ومركز تدريب مكثف لتعزيز المهارات المطلوبه بالقطاع الاقتصادي، فضلا عن مجلس استثمار واستشارات للشركات الناشئه. تلميذ اليوم واليونج بيبل والستودنتس واللي يسمون اليونج بزنس ما بدهم بس كورس. هل بسميه ترند بالعالم ويلي نجح مع كتير جامعات هو هل كولابوريشن بين الكوربوريت بين الكومبانيز بين الانتربريز والإدوكيشنال فاكتور، نجح بكتير دول بالغرب كان بأمريكا أو بأوروبا لأنه بيعطي بلاس للتلميذ. إذن هي خطوة من القطاع الخاص لمواجهة التحديات والتخطيط للمستقبل لبناء أعمال ناجحة والمساهمة بالنمو الاقتصادي باللبنان، والأهم الاحتفاظ بالشباب بالبلد واستعادة الأمل.